الخير. مساء النور، اتفضل. معلش اصل محمود كان موصولي اذا ما تتفضل. ما تتفضل. معلش. ما تتفضل. اصل محمود كان موصيني اذا كنت محتاجه حاجه في غيابه فانا يعني فعلا محتاجاك. محمود ده جوزي وهو صاحبي الوحيد في الدنيا دي. اكيد انت مش بني ادم، اكيد ما عندكش احساس زيه. خلاص 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 الو بوليس النجدة، في جريمة قتل حصلت. القتيلة اسمها مجدة، ساكنة في شارع البرازيل نمرة 5 الدور التالت شقة 6. الو. ايوه يا فندم، العنوان مظبوط وفعلا في واحده مقتوله ومفيش اي اثار تدل على سرقه. التليفون اللي اتبلغ منه هو نفس التليفون اللي في شقه القتيلة. مش بعيد ان القاتل كان بيتردد على البيت، واحتمال انه يكون قريب مننا دلوقتي. مظبوط يا فندم، عشان كده انا حطيت حراس على البيت كله، يمكن يكون مستخبي في اي شقه ويهدد سكانها. عصام عاوز تحريات عن القتيلة وباذن الله يطلع بسرعه. تمام يا فندم. والباب العماره فين؟ انا كنت نايم يا بيه، ما شفتش حد طلع لها. ما تعرفش مين كان بيتردد على شقه المجني عليها؟ المبني عليها يعني ايه؟ يعني القتيلة. قبل ما يسافر محمود جوزها ما كانش بيجي معاه غير واحد صاحب. اكيد تعرف اسمه وصفه. لا ما اعرفش اسمه، انا كنت دايما بدل واقول له يا بيه. طب اوصفه ايه؟ اوصفه دي مين؟ شكله يعني. شكله حلو. ادخل. لو سمحت يا عم سيد استناني برا شوية. محمود جوز المجني عليها بيشتغل مقامه، مسافر لندن من اسبوع. يبقى هنضطر نبعت نجي. تعرف عنوانه في لندن؟ في الدكتور اسمه نبيل احمد اخصائي عقد، قال لنا عليه انه هو اللي بيعالجه وهو اللي بعته لندن. خيني كلهم خيني.
يحس وجدي البنهاوي أنه في خلال مدة قصيرة جدا سوف يتم القبض على القاتل. وجدي البنهاوي تاني في حياتي لسه بدري عليك. انت بتلعب المرشح الاول لبطوله الجمهوريه. يا سلام يا استاذ، انا ما رضيتش اكسبك عشان النهارده عيد ميلادك ومش عايز اغلبك. انا مش متخيل حياتي كان ممكن تبقى من غيرك ازاي. كنت هتخش كليه البوليس زي ما كان اونكل وجدي عاوز. كان عاوزني ابقى تلميذه. قلت له كفايه يا بابا، ابقى تلميذك في البيت وبس. قال لك يا ولد اسمع الكلام، انا عارف مصلحتك فين. قلت له مصلحتي جنب وفاء، كلية الآداب وفي النادي وفي أي حتة هتكون فيها هكون فيها معاها. طب أنا هروح أغير هدومي بقى وأروح على طول يا حسام، أصل جده عيان قوي وماما مستنياني عشان نروح له سوا. طب حاجة معاكي؟ لا يا بطل، أنت تخليك هنا، البطولة قربت. بس أغير هدومي وأركب التاكسي. ماشي ماشي. لا 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 لا. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمع بقى، أنت تذاكر كويس وبطل الدلع بتاعك ده يا أخويا. ها؟ وأنت روحي وخلي بالك من نفسك. طيب حاضر. تاكسي اهو. الحق الحق الحق، حلق عليه. تاكسي طز بلاش. شفت الغلاسه بتاعته؟ ما بسمعوش الكلام. هو واحد تاني اهو. تاكسي. المهندسين؟ الحمد لله. الحمد لله. باي باي يا حسام. باي باي وفاء. عاش معانا عشان ناخد بالنا منه. ما انت عارفه جدك طول عمره يحب يعيش لوحده. خلاص بقى روح. اسمعي، انا هروح اكمل اللوحه بتاعت حسام علشان احضر عيد ميلاده. مش هتتغدي الاول؟ لا انا اكلت في النادي. ونسيه يا ماما. على فكره انت سلفيني عربيتك علشان اروح ليها عيد ميلاده بدل ما تزلل التاكسيات واركب مع العرف واللي ما عرفوش. لما تتعلمي تسوقي كويس الاول. على قوم انا هاخدك معايا وانا نازله. فعلا بره مصر من اسبوع، يعني قبل الجريمه. المهم لازم نعرف مين صاحبه اللي زاره كذا مره زي البواب ما قال. فعلا يا فندم. هلا ده يا شيف. عزيزي وجدي بيه،
من لحظة استلامك لهذا الخطاب سوف تقع جرائم قتل، سوف تقع جرائم قتل بشعة، ولأسهل مهمتكم أنا القاتل فقد حددت كل شيء قبل قتل مجدة الخائنة، واخترتك أنت بالذات لأني من زمان نفسي ألعب معاك لعبة القط والفار قبل الدور ما يجي عليك وعلى حسام ابنك هتصل بيك بعد كل جريمة. ثقتي في نفسك كبيرة وأتحداكم لأنني أطهر وأزكى مخلوق في العالم. أسقط طبعا ده مش اسمه احتمال يا فندم، بس برضه لازم يكون حسام ابن حضرتك تحت حراسة مستمرة وهو رايح الكلية وهو جاي منها يا فندم. طبعا طبعا. ايوه عصام جوز المجني عليها وصل المطار يا فندم. هو يا عصام يزوغ منك كده ولا كده؟ ما تقلقش يا فندم. أنا نبيه تاكسي بيه تاكسي بيه تحت أمرك اتفضل بس. طب استنى بس. تعالى يا سيد ما يهمكش تعالى بس وراي. الله موديني فين؟ اتفضل اتفضل. الحمد لله على السلامة يا بيه. ودي كمان أنا بقول لك الزمالك رايح فين؟ دل على السلامة في الأول. الله يسلمك يا سيدي. دي مش سكتي. ما أنا بس بختصر لك السكة. طب تمشيني في طرب؟ بختصر لك السكة بقول لك. نزلني هنا يا البس. بس افهم يعني انا عملت ايه وجايبين هنا ليه؟ اه اتحرفت منك شويه معلومات بسيطه. طب تسمح لنا يا فندم؟ اتفضل. لا استنى يمشي يروح فيها. ايه استنى اصله. طب لو سمحت قول لي بيه، قول له انت جبتني ازاي وحطيتني في تاكسي ازاي. البي عارف كل حاجه. ايوه احنا عارفين كل حاجه. اتفضل. هي دي المساله يعني باختصار شديد جدا. انا نازل من المطار طبعا بدور على تاكسي، طلع لي نص التاكسي فلقيته كمان شال الشنطه وحطها جوه التاكسي. انا ركبت قلت له سوق يا اسطى على الزمالك، لقيته جايبني هنا عنده. اتفضل يا عصام. طب يا بيه ما هو ده الشاهد الوحيد بالظبط اللي عارف يعني جابني منين وحطني في التاكسي ازاي. ايوه عارف انا عارف كل حاجه. كنت مسافر لندن ليه؟ ما قلتش كنت مسافر لندن ليه؟ كنت مفيش داعي انا عارف. عارف ايه يا فندم؟ كنت مسافر للعلاج. اه هو كان يعني حاله نفسيه تعبانه شويه. الحاله النفسيه دي اثرت على حياتك الزوجيه؟ مش فاهم ايه معنيته الاسئله دي وليه يا فندم؟ شويه معلومات وانا هسيبك. تسيبني؟ تسيبني ليه يا فندم؟ وانا مجرم قاتل قتيل؟ ايه؟ بقول قاتل قتيل؟ بتحب مراتك؟ بعبدها؟ عشان كده سافرت لندن. ايوه عشان. عشان ايه؟ انا قلت لحضرتك عشان كنت بتعالج. عندك اولاد؟ طول عمري كنت بتمنى من ربنا يرزقني بحته عيل. اه كده احسن. في حاجه بقى مش فاهمها يا فندم، انتوا لغايه دلوقتي يعني ما قلتوليش انتوا جايبيني هنا ليه؟ انت ليك اصدقاء؟ ابدا عمر ما كان ليا اصحاب. مفيش الا مراتي يعني من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. جيرانك كانت معاملتهم معاك ازاي؟ عادي سمنه على عسل. ما بتشكش في حد فيهم؟
من ناحيه ايه يعني؟ يعني يكون على علاقه ب بمين؟ بالست بتاعتك. استغفر الله، استغفر الله العظيم، انا عمري ما حد دخل بيتي ابدا ابدا. افتكر كويس، افتكر عشان تسهل لنا الماموريه. من فتره كده يعني يمكن اتقابلت مع واحد صاحبي. ايوه زميل، يعني كنا مع بعض في ابتدائي في المدرسه المحمديه. الحقيقه كان صاحبي جدا، وزعلت عليه قوي لما عرفت انه اختفى فجاه وساب المدرسه وما كملش تعليمه. اسمه عصمت؟ لا، اسمه عاطف احمد. عاطف ايه؟ تفتكر اسمه الثلاثي؟ والله بما انا فاكر، انا عايز اعرف، انا متهم بحاجه؟ مفيش حاجه. بعد ما ساب الدراسه ما شفتوش ولا مره؟ قابلته بالصدفه وفرحت له قوي لما عرفت انه اشتغل في الاعمال الحره. كان بيزوركم في البيت؟ يعني هي مره او مرتين عزمته عندي في البيت. ايه علاقته بالست بتاعتك؟ تقصد ايه؟ لا ولا حاجه ولا حاجه. قلت لي اسمه عصمت. عاطف، عاطف احمد. يا فندم انا مش فاهم اي حاجه. انا طول عمري راجل شريف ماشي بما يرضي الله. يا سيد محمود ركز معايا شويه. حاضر يا فندم. يعني ظبطوه مثلا في قضيه مخدرات؟ والله يا بيه والله ما اعرف عنه حاجه. مخدرات ايه يا راجل؟ ارجوك تساعدنا، الوقت بيجري. ايه لقيته مقتول؟ للاسف المدام بتاعتك. المدام؟ مالها؟ هي اللي لقيناها مقتوله. السلام عليكم يا عم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزتي وفاء، أحذرك من الذهاب إلى حفلة عيد ميلاد حسام، وأمرك أيضا أن تقطعي صلتك به تماما، وإلا سيكون هو الضحية القادمة. والله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرسي يا نجمة بتاعتك ومعاك. أهلا 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 وسهلا. مالك في إيه؟ لا مفيش حاجة. أنستونا. على اذنك. اتفضلي. وبعدين؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب. قد ايه انت فنانه عظيمه؟ استنى استنى. ايه في ايه مالك؟ قولوا لي بقى مين فيك ابو دم تقيل اللي عامل معايا لعبه في الجواب ده؟ قولوا لي بقى مين فيك. وريني الجواب. عصمت؟ عصمت؟ مش معقول. ازاي؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام. اهلا. ازيك يا حسام؟ كل سنة وانت طيب. عقبال 100 سنة يا سيدي. كل سنة وانت طيب يا حسام. ايه ده؟ ايه ده؟ بس لا يا عمي. في حاجة يا عمي؟ لا لا ابدا مفيش حاجة. يلا يا جماعة نفتح الشمعة. يلا اتفضل. يلا اتفضل. يلا اتفضل. يلا اتفضل. يلا اتفضل. ايه يا ابني ده كل ده كام ليه؟ الو عصمت؟ اهلا يا فندم. موجوده دي واحده عندها لك يا عصمت. ايوه يلا يا جماعه. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا حسام، سنه حلوه يا حسام. Thank you.
صعب يا فندم نفتكر تلميز ابتدائي من 16 سنه، انا جيت هنا بقالي 3 سنين بس. مفيش ارشيف في المدرسه حدت النظر. ارشيف ايه؟ اللي بيخلص بياخد دوسيه وبيمشي. في جملة قلقاني في الجواب ده. ايه هي يا فندم؟ ان الولد عاوز يلعب معايا لعبة القط والفار. ودي معناه ايه؟ معناها ان الولد ده يعرفه. احتمال كبير يا فندم يكون محمود جوز المجني عليها. ده احتمال بس مش كبير، لان تقرير الطبيب الشرعي بيؤكد ان الجريمة حصلت اثناء ما كان محمود بره مصر فعلا. محمود سافر لندن عشان يتعالج من ضعف جنسي، والحالات اللي زي دي بتسبب مرض نفسي وتخليه يشك في مراته، فممكن يكون شك فيها وسافر وهو مدبر كل حاجة عشان تتم في غيابه. انا عاوز محمود يكتب قدامك اي حاجة عشان نضاهي خطه بالخط الموجود في الجواب. ان شاء الله يكتب عنوانه حتى. صح يا فندم، والنتيجة هتوقف عليها حبيب كتير. ولازم يدلنا على صاحبه طبعا. والله والله العظيم ما اعرف عنه حاجة غير اللي قلته. انا مستعد اعمل اي حاجة علشان تمسكوه. ده انا اصلي انا كنت بحب مراتي جدا. لا اسفيني يا استاذ محمود على الازعاج ده. انا عايزك تروق كده يا استاذ محمود وتكتب لنا تعهد صغير كده وتمضي عليه. لا تعهد انك ما تغيرش عنوانك عشان نضمن لما نعوزك نلاقيك. حاضر. اتعهد انا؟ قول لي يا محمود، صاحبك ده ما قالكش كان بيشتغل ايه؟ لما كنا بندردش قال لي انه كان بيشتغل في ورشه نسيج في القلعه، وعايش مع صاحبها اللي رباه بعد ابوه ما مات وهو صغير، عشان كده ساب المدرسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهل الحي يقولوا لك كنت شغال في المصنع ده. أنتوا عايزين إيه؟ أصل المعلم لا مؤاخذة عنده مصنع كبير قوي، عايزين له واد أسطى كده إنما هو. ما المنطقة مليانة صناعية. لا بيقولوا في واد أسطى كده جدع اسمه عاطف. عاطف؟ عاطف مين؟ اللي بربيه الحاج رمضان. أنا أعرف إن اسمه شكري. ما تعرفش لا مؤاخذة شكله إيه؟ طب ما عندكش لا مؤاخذة صورة له؟ واللي زينا بيشيلوا الصور. صحيح انا ما اعرفش اصله ايه ولا الحاج رمضان الله يرحمه جابه منين، اصل من يوم الحادثه اياها وانا ما اعرفش عنه حاجه ابدا. حادثه ايه؟ الواد لما كبر شال جميل الحاج اللي رباه وكان حاطه في عينيه. مرات الحاج كانت ست عايقه وشايفه دلالها حبتين، حبت واد صغير من عمال الورش. اخص عليها. ولما جه الحاج وظبطهم قتلوه. اعوذ بالله. جه شكري وقتها لقى الحاج سايح في دمه، غدا عليها كان هيموتها، ما حشاش من ايده اللانه.
تعرفش راح فين بعد كده؟ يا ريتني كنت اعرف، ما كنتش سبته وعيش لوحده. حسام خالص. حسام؟ ليه؟ الجواب ده لقيته تحت عقب الباب. ده تاني جواب. كمان؟ الحكاية دي محيراني يا ماما. واحد مجنون بيأمرك انك تقطعي علاقتك مع حسام وإلا هيقتلك ويقتلك، وتقولي الحكاية دي محيراني؟ ده ازاي حسام جايب لي الكتب؟ أنا عصمت يوجدبي، قتلت ابنك حسام، ده ينظر ليكوا كلكم. وان شاء الله هيقوم بسلامه. انت اللي شفت الحادثه. اتكلمي. انا المسافه ما بيني وبين اللي كباتن الموتوسيكل كانت بعيده جدا. انا اتكلمت في حسام، بس اللي لفت نظري انه كان لابس خوذه على دماغه. خوذه؟ ما لو بعد جواب تاني يبقى ما عملناش حاجة، لأني برضو مش هشوف. ده بداية الخيط اللي هيوصلنا لأسمت. We'll be right back.
يا بنتي ايه اللي خلاكي من اصله تبلغي على حكايه الجوابات؟ مالنا احنا ومال الواقعه المهببه دي؟ حسام ومباحث وقتالين قتلة. انا الحاجه الوحيده اللي انا مستغربه لها ايه السبب اللي يخليه يختارني انا وحسام بالذات؟ يا بنتي اسمعي كلامي وابعدي عن الموضوع ده خالص. ما عندكيش فكره انا تعبت علشان اربيكي قد ايه؟ ابوكي مات الله يرحمه وانت عندك 3 سنين وما تتصوريش اهله حربوني قد ايه علشان ياخدوكي مني. ما تخافيش يا ماما، انا شخصيا الموضوع ده بقى يهمني اكتر من الاول. لازم اعرف ايه اللي بيحصل ده وليه. تقومي تعرضي نفسك للموت؟ انت اكيد عايزه تموتين. الجريدة عندي في تفاصيل حادث ابن سيادتك وبيهددني انه لازم يتنشر. يبعت للصحافة كمان؟ ده احنا حاطين رقابة على اغلب صناديق البوسطة. دي مش مشكلة، ممكن يديه لأي حد يوصله باليد. بس ما دام باع جواب للجورنال يبقى هيتابعه، وده هيخلينا نعرف مكانه بالظبط. هو معتقد ان حسام ابني مات. انا هنزل خبر في الجريدة بطريقة تانية، هنقول فيها الحقيقة. ساعتها هيقرب مننا. لكن المرة دي بقى وشرف أمي ما هيفلت من يدي. تصرفاته دول شغليني قوي. شغلاكي في ايه يا وفاء؟ ده مجرم. يا طنط مفيش انسان مجرم بطبعه. البيئه والمجتمع لهم دور كبير جدا في حياتنا. الله، انت معانا ولا معاه؟ ده كان حياتي حسام. اصل وفاء بيقول على الدفعه كل سنه. واكيد عايزه تعمل بحث عنه. اللي محيرني انه يكلم انكل والدي بالذات ويقول له على جريمته دي. وبعدين يكلم الصحافه يقول لهم الجريمه تمت ازاي؟ زي ما يكون في علاقه بينه وبينكم في الماضي. وبيستخدمني انا السنانه اللي تربطه بيك. مش ممكن يكون لنا علاقة براجل مجرم زي ده. هو ده اللي محيرني.
يشكر الطالب حسام وجدي البنهاوي الدكتور الجراح أحمد رأفت على نجاح العملية التي أجراها له، وذلك نتيجة تعرضه لحادث تصادم. إيه؟ حسام لسه عايش؟ لا شكرا على وجهك. نشوفك تاني يا ولد. اه طبعا طبعا يا حبيبي هشوفك تاني وتالت. امال يا تامر؟ تعالى هنا يا تامر. كلم ماما. مش هشوفك تاني يا ولد. طبعا يا حبيبي انا لازم اشوفك تاني. تامر قلت تعالى. يلا كلم ماما. اتفضل يا استاذ عصام. اتفضل. ايه مالك يا استاذ؟ لا مفيش اصليه، كنت راكب موتوسيكل وقعت من عليها. لا سليم ان شاء الله. باخد بالك يا راجل من السكه. ها قهوتك ايه؟ الو؟ لحظة لحظة عن اذنك يا محسن اكلم صاحبي. اه تفضلي تفضلي. هو الحمام منين يا صاحبي؟ من ناحيتي. طب اشكرك. ايوه مش هقدر دلوقتي مش هقدر. قلت لك ما تكلمنيش هنا تاني. قادر يا بابا مش قادر. استحمل يا ابني، بكرة
تخف وتبقى احسن. طاعت. ايوه على مالك على مالك. السلام عليكم. السلام عليكم. حسام موجود؟ ايوه موجود، اتفضلي. السلام عليكم. اهلا وفاء، اهلا. ازيك يا عم؟ الله يسلمك حبيبتي. ازيك يا استاذ حسام؟ عامل ايه مع التلميذ بتاعك؟ بيعمل وجباته؟ بصراحة بقى ده تلميذ متعب جدا وما بيسمعش كلام. لا ده انا هقوم اجيب له الفلكة بقى عشان بتشجع مدرسة التحليل واللا شعور؟ يا حسام يا حسام، أي مريض نفسي ما دام عنده مقاومة مش ممكن هنقدر نشخص مرضه صح. النهاردة في حاجة اسمها علم. كفاية بقى يا وفاء، كفاية لحد كده ومتشكر. الله، مالك يا حسام؟ احنا مش نستمر مع بعض يا وفاء. بص عليك يا حسام، انت ليه بتقول كده؟ انت عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ انا رجلي ما بقتش زي الاول، شايفه؟ شايفه؟ حسام لازم تنسي اي حاجه جت بالي. لا انا هفضل جنبك العمر كله. جو الليل هنا دي ينعش اصحاب الفشفشه والسلطانه الفتره دي. اتفضل. امال صحابه فين؟ مسافرين بقى وسايبينه امانه في الابتي. اتفضل يا بيه، اتفضل. عصمت فاكراني؟ هفضلك انت وعيلة وجدي والدور الجاي عليكم. الو الو، جيت لك. لو كلمتني مرة تانية هجيب لك البوليس. سألت عليك في البيت قالوا لي انك هنا. ما كانش في داعي تتعبي نفسك وتيجي. ما انت ياما جريت وراي، سيبني اجري وراك شوية بقى. ما تزعلش يا حسين،
بكره ان شاء الله انت هتخف وهتبقى احسن من الاول وهتكسب البطوله كمان يا سيدي. كفايه وفاء. انا عارف الدكتور قال لبابا ايه. عصمت ده انسان ذكي فعلا، عشان كده انا هلعبه بالطريقه اللي بيلعب معايا بيها. ده المفروض يا فندم. لكن اللي محيرني ايه علاقته بيا وابني حسام ووفاء؟ تهديد الوفاء يدل انه عارف تصرفاتها بتروح فين وبتجيب مين. هنعمل تحليل. شريف تروح لوفاء في البيت وتنفذ اللي حولك عليه. انزل يا تاني على مين؟ مع السلامة. بابا تامر تامر الجميل تامر الجميلة. ازيك يا تامر؟ شوف انا جبت لك ايه؟ جبت لك شوكولاتة. ازيك يا عم؟ ماما قالت لما تشوف تامر ابعتولي بسرعة علشان اشوفه، اصلها تعبت قوي ونقلوها المستشفى. يلا نشوف بابا، يلا نشوف بابا. احنا فين يا بيه؟ شوف بس وانا اقول لك. وماله عشان خاطرات الصغير؟ هي ماما تعبانة قوي؟ قوي قوي. ألف سلامة يا بيه. أنت مالك أنت؟ بص قدام، بص قدامك وسوق، بص قدامك. بس ممكن ادخل واشرح لحضرتك الحقيقه؟ اتفضل. الموقف. الو. ايوه مين؟ ابني تامر عندي. ابني في ايه يا حسن؟ ابني جراله ايه؟ ربنا يخليك قول لي هو فين بس. لو عايزاه تعرفوا ليه، بس من غير شرط ومن غير البوليس ما يعرف عشان تلبيه حي. امرك اجيب فلوس معايا؟ عايزه دي الاول خد العنوان ولما تيجي
لا 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 لا، اللي بتطلبه ده مستحيل. يا هانم اطمني، الانسه وفاء هتكون في حمايتنا. انا مستعده اساعدكم باي حاجه الا بنتي. يعني سمعتي ولا حياه حسام يا ماما؟ انت اكيد مجنون. عايزين اوفي على انهم يعلنوا خطوبتك في جميع الجرايد كده واسكت. يا ماما الموضوع ده بقى يهمني اكتر من الاول، ومن حقي اقول رايي فيه بصراحه. بعد اذنك انا هوافق. وانا بقى مش موافقه، انت مجنون. يا هانم لازم تساعدينا عشان خطتنا تمشي صح. يا ماما عصمت ابتدى يتصل بيا تاني وبيهددني. انا لازم اعرف اللي بيحصل ده سببه ايه. الراجل ده اكيد وراه حاجه كبيره. لا وراه ولا قدامه، ده مجنون ودي مسؤوليه البوليس. ارجوكي بقى يا ماما، انا هاخد قرار وهتحمل نتيجته. انا موافقه كابتن شريف. برافو عليك. انت بتعرفي ناس ثانيين غير جوزك ليه؟ ليه؟ عشان ما هو مريض يعني؟ انت بتقول ايه؟ ابوس ايدك، قول لي ابني فين؟ تامر، تامر ذنبه ايه؟ ذنبه ايه؟ انت بتعرفي ناس ثانيين غير جوزك ليه؟ أنا مش فاهمة أنت عايز إيه؟ أرجوك هات لي ابني. بتخوني جوزك ليه؟ أين؟ خد دول، خد دول بس سيبني. أنا ما باخدش فلوس من حد. هجيب لك تاني، بس اديني ابني سيبني اروح لجوزي. ما باخدش فلوس من حد. انا بقدم اللي اقدر عليه بس. بتخوني جوزك ليه؟ عايشه معاها الغش ليه يا ام علي خاينه؟ ليه؟ ليه؟ انا اشرب منك، انا اشرب منك يا بدر. ليه؟ انا مش هقدر، انا مش هقدر، انا مش مجرم. حرام عليك ابني. انا مش مجرم، انا مش مجرم. حرام عليك، حرام عليك. مش مجرم، مش مجرم. شوية. الجريمة التانية في انتظارك.
ايوه عوامة الأنس تحت كوبري الزمالك. وقول له حسام حظك كويس المرة دي. فين صاحب العوامة دي؟ مسافر بره يا سعادة البيت، وأنا ونعمة الشريفة ما أعرف حاجة، يقتل الله يخرب بيته. شكله إيه الراجل ده؟ شكله بني آدم يا سعادة البيت، ما هم بيوجدوا عليا كتير، اللي لابي ده مش بالت على خير. ركبوا العربية، ركبوا العربية. أيوة يا شريف. عصام اتصل يا فندم بيقول إن المكالمة من محطة مصر، والجواب ده لقيناه. المجرم بيقول فيه إنه خطف ابن القتيلة. وبيفكر له في موتة تناسب سنه. ماما ماما بس خد دول بس دلوقتي وانا هجيلك بكره. خد بس ازاي الجريمة بتتم؟ جبت وصلت الوقت؟ جبناها من الشقة يا فندم. وحالة الجوز القتيلة ايه؟ للأسف يا فندم لما عرف إن مراته ماتت جات له نكسة الشلل وفقد النطق، يعني ما نقدرش نستجوبه. تنزل خبر خطوبة حسام ووفاء في كل الجرايد كان بصورة الطفل المخطوف. اما بقى جبت لك شويه لعبه ولا تامر حاجه بقى اخر حلاوه. بص يا تامر، بص بقى جبت لك دي بقى اول لعبه. بيبسي بيبسي ايه؟ بيبسي كولا كولا ايه؟ كولا فرنجي فرنجي ايه؟ من عندي يني يني ايه؟ يلي يلي قال لي ايه؟ قال لي قول له قول له ايه؟ ايه العبيطه ايه العبيطه. طب بلاش دي، خد بقى ايه؟ شوكولاته. شفت بقى؟ شفت انا جايب لك شوكولاته ازاي؟ دخلت الصوره دي يا عم. طيب بلاش، عارف انك جعان بقى. شوف انك جعان وعايز تاكل يا عفريت. يا عفريت انت يا قرد انت. يلا خد كل دي. يلا. عايز تروح لماما؟ طيب.
مسافرة يا حبيبي، وقالت لي لما تشوف تامر خليه معاك. في ايه يا فندم؟ في ايه يا هاني؟ رد عليا ارجوكي، في ايه؟ جد وفاء تعبان وانا رايحه اشوفه، في مانع؟ طب في عربيه جاهزه لتوصيلكوا عشان تحميه؟ ارجوك خلينا نروح. لكن يا فندم انا يا هانم اسماعيل، مش معقول كده. انت متاكد؟ ايوه بيه، لما شفت صوره الواد الصغير في الجرنان خفت للمجنون ده يقتله ويبقى ذنبه في رقبتي، فجيت هنا على طول. طب اوصفه ايه؟ ابيضاني، لابس بنطلون بدله جينز، الروش كده بيه حبتين. انت فاكر وصلته لحد فين؟ ايوه بيه، لغايه ميدان سفينكس، هو نزل وانا مشيت على طول. ايوه يا شريف، مفيش اي رد فعل يا فندم. استمر في المراقبه. تمام يا فندم. نفسي عصمه الكلب ده يقع في ايدي. الو وفاء، سيب اللي في ايدك وتعالي بسرعه، جده تعبان قوي وعايزاكي جنبي. حاضر يا ماما، انا جايه على طول. يظهر ان جدها تعبان فعلا. انا اسفه يا كابتن شريف اصلا. عارف، وعشان تكوني مطمنه انا هوصلك بنفس لحد هناك. اتفضل. يلا. ايه جدو تعبان ولا ايه؟ ماما لحد كده وعملت اللي عليكم. ماما انا اسمعت اي كلمه، اي كلمه. انت عارفه ايه اللي ممكن يحصل؟ انت عايز ايه؟ اللي شك لحظه واحده ذكائي ويسمعش كلامي. انا بعتبر ده رهانه مني. استنى عندك، استنى عليك يا ابني، حرام عليك، سيبنا في حالنا، احنا مالناش دعوه باي حاجه. صدقني عزمي، انا بعدت عنه ونفذت كل كلامك. امال ايه اللي قريته في الجرايد النهارده؟ انا فوجئت زيك بالظبط، لكن صدقني انا بعدت عن حساب في اليوم اللي انت طلبت مني ده. انت يا زلمه صدقك، والبوليس عامل لك مين تحت بيتك؟ انت صدقني يا عصمت، انا كان نفسي انك تتصل بيا عشان اقولك ما تجيش. انا فعلا عايز اساعدك، والدليل على كده ان في عربيه بوليس مستنياني تحت، واذا اتاخرت عليهم هيطلعوا لي. قوموا معايا، قوموا معايا، قوموا. ماما استنى عندك. عرفت بقى؟ عرفت ان انا مش عايزاهم يمسكوك؟ تعرفي انك جميلة وانت باين عليك طيب قوي، كان نفسي تثق فيك. اثق
فيكي. طب وليه لا يا عزب؟ اديني بس فرصة اثبتك. أنا مستعدة أتقابل أنا وأنت في أي مكان وأنت تحدده، ويكون معانا تامر وما أنت. ما اسموش تامر. اسمع اسم. اندهلي اللي تحت وقولي له إنك هتباتي هنا. وأنا هكون مع مامتك هنا في الشقة. وشايف كل حاجة. أنت ذكية. وعارفة كل حاجة. وتخاف على مامتك. روحي. حاضر. روحي. استنى عندك. مامتك بين ايديكي. هذبح. ما حدش هيمسكني. انا وعدتك يا سيدي. وعدتك. لو سمحت بلغ الكابتن شريف ان انا حنبات هنا عشان جده تعبان. سيادتي تقول حاجه تاني؟ لا شكرا. عشان اثبت لوجدي ولكل الناس الناس كمنه قبل الدور ما يجي عليه. مفيش داعي لده يا عصمت. انا كان ممكن اهرب منك في اي مكان واحنا جايين على هنا. انا جيت معاك بارادتي. انا عايز اساعدك يا عصمت. انت فعلا انسان كويس وقلبك طيب. كلمني عن نفسك عن حياتك. صدقني هترتاح. كلكم خاينين. لا يا عصمت، مش عينيك دي اللي انت شايفني بيها. انت نظيف قوي من جواك. انا حاسه انك ضحيت ظروف ناس تانية. وانا عصمت احكيلي عشان اقدر اساعدك. ده ابويا المسكين كان ضحيتهم. قتلها ومات في السجن. ما كنتش اعرف حاجه في الدنيا ساعتها لما قتلها. المنظر ده مش ممكن انساه ابدا. مش ممكن. وده الراجل اللي رباني كان ضحية مراته. قتلته هي وعشقها. علشان كده أنا بنتقم لهم وكل اللي زيهم. ده تفكير غلط قوي يا عزم. دي فلسفتي. أنا ما اتعلمت الصحيح لكن حاولت أفهم الدنيا. قريت كتير وعرفت إن الفلاسفة هم اللي بيفكروا صح. انت حبيت قبل كده؟ انا قلبي مات من حب الناس. صح الحب صح. بس اللي يدمر انسان مش يبقى عقابه الموت. انت مش اله عشان تتحكم في اعمار الناس. سيب الانتقام لربنا. ونعم بالله ونعم بالله. وصدقيني انا زي ما قلت لك ان انا
بلاك من الجنة. روح ملاك وأفعل شيطان. بس الشيطان مش كان أصله برضو ملاك؟ هو اللي اختار يا عصمت، اختار يبقى شيطان. يا ريتك تتخلص من أفعاله. عارفة لو أي حد غير حسام ابن وجدي كان ممكن، إنما لازم أحرمه مني. إيه اللي بينك وبينه؟ ده طارق قديم أوي، والدور الجاي عليهم. يا ريت تحكي لي يا عصمت. المرة الجاية لما نتقابل. أنا مستعدة أتقابل معاك في أي مكان، أنا وأنت وعصمت الصغير. صدقني يا عصمت، أنا حاسة باللي أنت فيه كويس أوي. خلينا نبتدي من جديد، أنا مش هسيبك. وتعيش العصمة الصغير وعصمة الكبير. ايوه. اوعى تكون بتضحك عليا. صدقت. تعالى يا تامر، تعالى يا حبيبي. شنطة وفاء. هبعتلك بطريقة الخاص، اكون انا رتبت نفسي وانت جهزت نفسك كويس. هنعيش بعيد قوي يا وفاء، بعيد قوي 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 قوي. يا رب اصبر، يا رب يا رب. ايوه يا رب خير. وفاء يا بنتي، حبيبتي يا بنتي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. مالك؟ طمنيني، عمل ايه المجنون؟ ما عملش حاجه. ما انا كنت هتجنن لما وجدي بيه. طمني، مالك يا وفاء؟ في ايه يا حبيبتي يا بنتي؟ ما تخافيش يا ماما، مفيش حاجه مفيش حاجه. سامبو راح البحر، قلع هدومه ونط، عم على جنبه جه ابو جلامبو، قرصه في جنبه. يا عيني يا سامبو. سامبو راح البحر، قلع هدومه ونط، عم على جنبه جه ابو جلامبو، قرصه في جنبه. يا عيني يا سامبو، يا عيني يا سامبو. احنا هنخرج يا انكل. ايوه يا حبيبي، ومش هنرجع هنا تاني. اصل انا عيان وبطني وجعان، خلينا الصبح اكون خفيت. حاضر يا حبيبي، حاضر. ايه العك ده يا وفاء؟ انا لسه وفاء، لو كنت قلت لنا من الاول كان زماننا عوضنا عليه. عصمت ده مريض ومهنتي تحتم عليا اني اقف جنبه. عصمت ده سفاح، كان ممكن يقتلك زي ما قتل قبل كده. مش المهم تقول لنا هو فين عشان نحمي الطفل اللي معاه. يا انكل مش ممكن هيقتل الطفل ده، لانه شاف فيه طفولته البريئه اللي اتحرم منها. طب ممكن ترسم لنا صورته؟ أرجوك يا وجدي بيه، طلع وفاء من الموضوع ده. خلاص يا أنكل، أنا هعمل كل اللي أنتوا عايزينه، بس بشرط لما تقبضوا عليه تعنوه كمريض. عظيمة يا وفاء. صدقوني عصمت ده مريض. بقول لك ايه يا حسام؟ انت متأكد ان مفيش بيني وبينكوا أي علاقة في الموضوع ده؟ ايه اللي بتقوليه ده يا وفاء؟ هو مفيش يا عم، هو اللي قال. الخطوة الجاية هتكون ايه يا فندم؟ هننزل صورته في الجرايد وهنكتب بالمانشيت ان وفاء قدرت تخدعه. احنا قربنا منه كتير. وبالنسبة لوفاء يا فندم،
وفاء هنشدد على الحراسه عشان نطمن ان ما حدش هيقدر يوصل لها. طبعا صمت تعمل لي تحليلات كامله عن صاحب الصوره دي. تماما. قدرت تخدعني وانا اللي فكرت في لحظة انها ممكن تكون انسانة. محمود هو الوحيد اللي ممكن يدلهم علي. كلهم خاينين الا انت، زي انا بالظبط. انا وانت انضف اتنين في العالم كله. ازاي يا انكل تنشر خبر زي ده؟ حضرتك بكده بتضيع كل اللي انا عملته. جري يا وفاء، دي الطريقة الوحيدة اللي تخليني أبعد عن المجرم ده. وفاء بعد ما قابلت الملبون ده ابتدت تدافع عنه، أكيد مهددها بحاجة. عصمت مريض وبكده فقد الثقة حتى في نفسه، دلوقتي ممكن يعمل أي أفعال جنونية بدون وعي. وفاء وفاء، ألو شريف، دلوقتي تأكدت ان هو النجل الجبان، لازم ابلغ عنه. معلش يا محمود، اغسل ايدك. عصمت، عصمت، يا عصمت،
اسف يا تامر. تامر انت ما شفتش غير الموتوسيكل؟ ايوه يا فندم. اشاره لجميع اقسام المنطقه وادارات المرور، الموتوسيكل 2149 جيزه. الو الو، اشاره تم العثور على الموتوسيكل في طريق المقطم. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جيت انقذ عصمت قبل ما ارتكب جرائم ثانيه، بس انتوا ليه ما صدقتنيش؟ هو انت قابلتيه هنا؟ موجود؟ طب اسمع، زود القوة ودير الأمان نخش. أحسن بيهددنا بقتل الولد. مع السلامة. طلعت الجو مش بتاعك يا فندم. إيه؟ وجبنا صاحبها، قال لنا إن هو بعمله فعلا بس لسه ما غيرش الرسم. هو لقيته بصمات؟ إحنا رفعنا البصمات كمان على الجو، وفي وجود صورته قدرنا نعرف هو مين بالظبط. إيه؟ هو اسمه عارف أحمد شكري، الشهير بشكري، سنه 27 سنة. ست حارة متولي بالقلعة. ده السكن اللي كان قاعد فيه الأول يا فندم، متهدم زمان. يعني اسم عصمت ده اسم وهمي زي ما توقعت. عصمت ده اسم والدته اللي قتلها أبوه ومات في السجن. وقتها كان عاطف عنده حوالي 10 سنين. وسعادتك اللي قبضت على أبوه. إيه؟ يا ريت تفتكر مفيش بينك وبين أي علاقة في الماضي. خلاص قررت أقبلك، بس بشرط تكون معاك وفاء. هي عارفة هتلاقيني فين. ألو ألو يا عصام، بلغ شريف إن عصمت، قصدي عاطف، في الطريق ليا، ينفذ كل التعليمات اللي قلتها له وأنت تحصلنا على هناك. تمام. تامر، لو سبتك ومشيت هتزعل؟ انت رايح تجيب ماما؟ قول لها انا زعلان منها عشان هي لما تشوف قبل وفاء يا تامر اديها الجواب ده. هي اللي
هتوديني لماما؟ انا كاتب لها كل حاجه في الجواب ده. مش هشوفك تاني؟ مش عارف. أنتي مع الاخر مره. مش عاوز ضرب نار، انا عاوزه حي. عشت انا جيت لك اهو يا عشت، وجيت لك قبل كده كمان بس ما لقيتكش. ده مش ذنبي صدقني يا عشت، صدقني. عفيفه بعيني ثاني، كفايه انت وافق انها توديني لماما، خليها تدخل يا عندي. اللي حصل ده كله كان غصب عني. انا طلبت قبلك انت وجدي لوحديكم، ليه جبت كل دول معاكم؟ ليه؟ ارجع انت والقوه. مش ممكن يا فندم، ده خطر على حياتك. نفذ اللي بقولك عليه. تمام يا فندم كما كنت. اسمعت اللي دوخ البوليس وراه يستخبى ورا عيل صغير. اسمعت هو تامر، وتامر هو اسمعت. كفايه خيانه بقى. مستعده اسيب كل حاجه عشانك. ما تظلمش وفاء يا ابني، انا بنفسي هكون شاهد في قضيتك وهقول لهم على الظروف اللي ظلمتك. ما تنساش ان انا اب. ها انت كمان قتلتني لما نسيت النيب وانت بتقبض على ابويا. مش قادر انسى منظرك وانت بتبعدنا عنه. دلوقتي جاي تقبض عليا قدام عصمة الصغير. ابعد سكينة، ابعد سكينة، وصدقني ان هنقف جنبك ونساعدك كلنا. ابعد سكينة. اسمع اسمع الكذب والخيانة.